الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم جميعا. حضورنا الكريم، يشرفني هذا المساء أن أتحدث أمام هذا الجمع الكريم في حفل افتتاح الخيمة الانتخابية لمرشح قائمة وعد المحامي سامي سيادي. ويشرفني أن أعلن لكم بأني واحدة من المرشحات في هذه القائمة الوطنية التي رفعت شعار الوطن أمانة وبسنا فساد. وتعرفون طبعاً كيف حوربنا بقصة بسنا فساد، لأنهم ما يريدون أحد أن يوقف الفساد. في البدء لزاما علي أن أتقدم التقدير إلى الأخ سامي سيادي على دوره الوطني والحقوقي والقانوني، حيث تعاملت معه واستمعت إلى آرائه في الندوات التي كان يشارك فيها. فالمجلس النيابي القادم يحتاج لمثل هذه القانون، هذا القانوني المخلص والمختص والمناضل من أجل شعبه وحقوقه ومطالبه. أعزائي الحضور، المحامي سامي سيادي لديه مكتب للمحاماة ومقتدر مالياً والحمد لله، لذلك فقراره خوض الانتخابات النيابية لم يكن بهدف مصلحة ذاتية وغايات شخصية، وإنما لتحقيق برنامجه الانتخابي وبرنامج قائمة وعد الانتخابية الذي يشتمل على رؤية ثاقبة، حيث تسليط الضوء الدقيق على المشكلة وتقديم الحلول والمقترحات العلمية الواقعية. وبالإضافة إلى تاريخه الوطني والنضالي منذ أن كان طالباً في جامعة القاهرة، مروراً بانتمائه السياسي في الحركة الوطنية الديمقراطية، فهو ليس من ذلك الصنف. إن مجتمعنا يحتاج إلى تشريعات وقوانين راقية وعادلة تعزز فيها قيم ومبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وتشطب منها كل ما من شأنها قمع الحريات أو تعزيز الفساد والاحتكار للثروة والحب أو تمس مبادئ حقوق الإنسان. نحتاج إلى تشريعات قوية وواضحة تعزز حقوق المواطنين وتلبي احتياجاتهم في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. نحتاج إلى قوانين تنصف المرأة وتوفر لها حقوقها الإنسانية والسياسية والأسرية لها ولأبنائها. الأمر ذاته الدستور، بحيث يعيد مكتسبات دستور 1973 التي فقدناها. دستور 1973 التي فقدناها بإصدار دستور 2002. ونحتاج إلى قيام المجلس النيابي ولوائح الداخلية وإعادة صياغة قوانين أخرى ذات العلاقة بالحريات العامة والسياسة. لذلك أيها الأعزاء، نحتاج إلى نواب لديهم ملكة الرؤية القانونية من ذوي الكفاءة والنزاهة والوطنية والمبدئية في المواقف والأقوال والأفعال. وأنا واثقة بأن المحامي سامي سيادي يعتبر مكسباً كبيراً لشعبنا إذا ما توفق وفاز في هذه الانتخابات، ليكون حقوقياً شجاعاً وقانونياً لشعبنا داخل المجلس النيابي. أعزائي الحضور، إن دعمكم ووقوفكم مع مرشحي قائمة وعد ومنهم الأخ سامي سيادي هو وقوفكم مع مبادئ وأهداف وطنية وديمقراطية، مع الوحدة الوطنية وضد الطائفية البغيضة، مع الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية
والمساواة وعدم التمييز. إن التشويه والكذب والتلفيق الذي تنشره بعض الصحف على وعد وقيادتها تعرفون، والهستيريا التي تتعامل معها عند الاقتراب من مواقف وعد لدليل على الضعف وهزالة التفكير، ولدليل على أن وعد شجرة مثمرة وتنظيم سياسي مبدئي يكشف الحقائق ويحارب كل أنواع الفساد. ويحارب كل أنواع الفساد والاحتكار، ولذلك فإن هؤلاء خفافيش الظلام المدافعين عن كل هذه الظواهر السلبية من الطبيعي أن يواصلوا قد شجرة وعد بأحجارها الربلية الهزيلة. حضورنا الكريم، دعمكم للأخ سامي سيادي هو دعمكم لقائمة وعد، وهو الرد العملي على هؤلاء الخفافيش، وصوتكم أمانة كالوطن أمانة وبسلة فساد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.